آخر أبرزت وسائل الإعلام العالمية أيضا اليوم توجه مصر لتطبيق سياسات وبرامج صديقة للبيئة تفعيلا لتوصيات كوب 27 وتمنيها سياسات التحول نحو الأخضر، من بينها إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة على هامش فعاليات القمة، وإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإطلاق أولى مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب. معنا مشاهدينا الكرام للتعليق على هذا الخبر الدكتور بلال علي عبد الحميد مساعد رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي قناة مصر الزراعية، وأهلا بكل المواطنين المصريين، وكل مصري عليه أن يفخر ببلده ووطنه العزيز مصر على هذا التنظيم الرائع لمؤتمر تغير المناخ. إشادة عالمية من قبل جميع دول العالم وأبرزها طبعا الدول المتقدمة بما تقوم به مصر في نهجها وخطواتها الثابتة نحو الاقتصاد الأخضر وإلى كل المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، كيف تم تفعيل ذلك على أرض الواقع من خلال مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ حاليا؟ يا فندم احنا لو نظرنا إلى الجهود المصرية متزامنة مع مؤتمر المناخ فمصر بتضرب أفضل الأمثلة وأروع الأمثلة في وضع نماذج قوية جدا سواء للتخفيف أو للتكيف مع التغيرات المناخية. نعم. بالرغم أن مصر ليست مسؤولة عن التخفيف كأحد الدول النامية وأنها ليست متسببة في أي كم يذكر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي لظاهرة تغير المناخ. نعم. لأن زي ما احنا عارفين أن الانبعاثات إجمالي مساهمة مصر في الانبعاثات لا يتعدى 7% من إجمالي الانبعاثات العالمية. ولكن مصر تضرب أروع الأمثلة بأن احنا لدينا القدرة على إطلاق المشروعات التنموية الخضراء والمشروعات ذات التنمية المستدامة والصديقة للبيئة. نعم. وده احنا الحقيقة يعني ده في رؤية حكيمة وثاقبة من القيادة السياسية لأن احنا كده ببساطة جيدة جدا بنضرب عصفورين بحجر. طيب إطلاق أولى مشروعات إنتاج عفوا للمقاطعة، ولكن يعني نقطة مهمة بتستوقفني هنا، يعني إطلاق أولى إنتاج أو مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحديدا، وطبعا ده جاء في الخبر اليوم، كيف أيضا تقيم وتثمن مثل هذا التطور والذي تقوم به الدولة المصرية في هذا الاتجاه أو في هذا المنحة؟ هو ده اللي أنا كنت أقصد أقول يا فندم، إن إحنا بنضرب عصفورين بحجر واحد. رقم واحد، احنا بنطلق مشروعات تنمويه خضراء، والمشروعات دي خصوصا في مجال الطاقه هي في اطار التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والوصول الى انبعاثات صفريه وفقا للاتفاقيات العالميه والاتفاقيات الدوليه. نعم. الحاجه الثانيه ان برامج التمويل العالميه يعني حتى لما بيتفقوا على التمويل دايما الدول المتقدمه بتميل الى ان يكون النصيب الاعظم من برامج التمويل ومن التمويل المتاح بتكون لأنشطة التخفيف أكثر من أنشطة التكيف. نعم. وإحنا في مصر والدول النامية كلها وقارة أفريقيا وهي الدول الأكثر تأثرا بظاهرة تغير المناخ مفترض أن يتم التوجيه لبرامج التكيف، ولكن بالرغم من ده إحنا لما بنطلق مشروعات زي دي صديقة للبيئة وزي مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية في السويس ده أحد مشروعات التخفيف، وإحنا كده شغالين على وجود نموذج قوي للتخفيف وفي نفس الوقت التكيف تأهلنا ان احنا نحصل على التمويل المناسب لانشطه التخفيف. طيب يا فندم احنا عايزين نوضح للساده المشاهدين الفرق بين التكيف وبين التخفيف، يعني التخفيف من تاثير البصمات الكربونيه الموجوده حاليا والتكيف مع الوضع الحالي لحين يعني الوصول الى هدف المخططات او التخطيط من قبل العالم. والله يبدو من كلام حضرتك ان حضرتك عندك وعي بعمق قضيه تغير المناخ، وده حاجه رائعه المسها في العاملين بقناه مصر الزراعيه. شكرا يا فندم. ان انتم اهل خبره بالحقيقه يعني، ربنا يكرمكم ويوفقكم، لان فعليا في خلط كبير جدا حتى عند بعض العلماء والباحثين في المجالات المختلفه اللي هم بعيدين عن تغير المناخ، والناس اللي بدات تتكلم في التغيرات المناخيه الفتره الاخيره وهي ما عندهاش ادراك بعمق القضيه، ففي خلط كبير بين المصطلحات. لكن خلينا نوضح بشكل عام،
التخفيف هو مصطلح يقصد به التخفيف او الحد او وقف او خفض غازات الاحتباس الحراري المسبب للتغيرات المناخيه، او ما يطلق عليها بالانبعاثات الكربونيه. نعم. وكلمه انبعاثات كربونيه لا تعني انها فقط ثاني اكسيد الكربون، لكن جميع غازات الاحتباس الحراري يطلق عليها انبعاثات كربونيه، لان جميع الغازات بيتم تحويلها الى ما يسمى بمكافئ ثاني اكسيد الكربون او كربون دايكسيد ايكوفالنت، اللي هو مكافئ ثاني اكسيد الكربون. نعم. وده الحقيقه على حسب نوعيه الغاز، يعني ثاني اكسيد الكربون كميته بتحسب زي ما هي. لو ميثان، الميثان بيتم ضرب كميه الميثان في رقم 23، وهو عباره عن قدره الميثان على التسخين مقارنه بثاني اكسيد الكربون. نفس القصه لما نيجي نشوف اكسيد النيتروز اللي بنلاقيها بتسخن 310 مره قد ثاني اكسيد الكربون. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده وغازات الاحتباس الحراري والحد منها وخفضها اسمه التخفيف او ميتيجيشن. ده اول مصطلح مهم جدا نبقى مدركين لمعناه. اما مصطلح التكيف، ببساطه شديده جدا خلاص حصل انبعاثات ادت الى حدوث تغير مناخ وحدوث اختلال في العوامل الجويه والظروف المناخيه المختلفه، اصبح هناك تهديد يهدد الوجود على الكون اجمع. نعم. على جميع المناطق وجميع الاماكن في الكره الارضيه. هذا التهديد يسمى تغير المناخ، اصبح واقع نتيجه للانبعاثات اللي اتكلمنا عنها من شويه، اللي هي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. نعم. التعامل مع هذا الواقع ومواجهه هذا التهديد بيكون بانشطه اسمها انشطه التكيف مع التغيرات المناخيه، يعني التكيف مع ظروف الحادثه والتاثيرات الناتجه عن ظاهره تغير المناخ. وده الفرق بين التخفيف والتكيف. وفي مصطلح ثالث غايه في الاهميه. نعم. اللي هو يبقى على المدى الاطول شويه، هو المرونه. المرونه وهو بناء القدره. أيوة. على المواجهه وقدره على مواجهه الصدمات المختلفه الناتجه عن التغيرات المناخيه. ودي الحقيقه اللي مصر بكل مشروعات البنيه التحتيه، نعم، اللي بيتم تطويرها، وزي ما فخامه الرئيس سبق وقال وبيقول اكثر مره، احنا شغالين في بناء مصر بس على مهلنا. الحقيقه دور كبير الحقيقه بيقوم الرئيس فعلا العمق. نعم. ان احنا نبني هذا الوطن على مهلنا. وهذا البناء على مهلنا وبناء البنيه التحتيه بهذه القوه هو الامل الكبير ان شاء الله في ان يكون الواقع المصري هو واقع مرن. طيب. وتكون الدوله المصريه دوله مرنه في مواجهه التغير المناخي. جميل. الدوله المصريه تتجه ايضا الى الاقتصاد الاخضر والى الطاقه الجديده والمتجدده، وطبعا الهيدروجين الاخضر، وفي استخدام طاقه الرياح والطاقه الشمسيه، ولكن بالتاكيد يرى البعض ان هذه المشروعات تحتاج الكثير من الدعم المادي خلال هذه الفتره، وانها لن تكون بين يوم وليله. هناك ايضا بعض الاشياء التي يجب التفكير فيها، مثلا زي استخدام الطاقه الشمسيه، هيبقى في الواح شمسيه، وهذه الالواح مره في مره في مره هتبتدي ان احنا غيرها حسب معلوماتي، وبالتالي هيكون برضو في طريقة للتعامل مع استخدام الطاقة الشمسية بطريقة معينة علمية خلال الفترة القادمة. كيف سيتم التعامل مع المعطيات الجديدة في ظل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؟ أول حاجة بس نحب نذكرها في الموضوع ده فكرة الهيدروجين الأخضر، وما المقصود بالهيدروجين الأخضر، لأن ده مصطلح جديد على كثير من الناس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإيه علاقة ده بالطاقة الجديدة والمتجددة؟ إنتاج الهيدروجين كمصدر من مصادر الطاقة بشكل عام هو في الأساس بيستهلك وقود، الوقود ده ممكن يكون ملوث للبيئة. نعم. ده في العادي، وبالشكل ده ما يكونش هيدروجين أخضر. لكن الهيدروجين الأخضر، هو الهيدروجين بينتج منين؟ الهيدروجين بينتج أصلاً من فصل الهيدروجين من الماء. الماء عبارة عن H2O، يعني اثنين ذرة هيدروجين وواحدة أكسجين، بيتم فصل الهيدروجين من الماء. عمليه الفصل بتحتاج الى وقود او طاقه. الطاقه دي لو هي طاقه عاديه او مصادر طاقه تقليديه او وقود احفوري ما بقاش هيدروجين اخضر. لكن الطاقه المستخدمه في فصل او في توليد التيار الكهربي المؤدي الى فصل الهيدروجين ليصبح هيدروجين اخضر لابد وان تكون مصادر طاقه جديده ومتجدده او مصادر طاقه نظيفه. نعم. ده في البدايه لما نفهم يعني ايه هيدروجين اخضر. الفكره الثانيه فكره احنا ازاي هنتعامل بقى مع سواء الالواح الشمسيه، صحيح، او مخلفات المحطات المختلفه لتوليد. نعم. الطاقه، وكل المتوقع ان احنا المشاكل اللي ممكن تقابلنا او الواقع اللي يفرضوا استخدام تكنولوجيا او طاقه جديده، الحقيقه هنا بياتي بشكل اساسي ورئيسي دور العلم. ودايما بنقول ان العلم هو حائط الصد المنيع
لمواجهه اي تهديد يهدد اي امه واي مجتمع. نعم. والحمد لله رب العالمين احنا عندنا في مصر العديد من العلماء، ومش كله طبعا، بنقول العديد لان نسبه برضه. العديد من العلماء الذين لا يزالون حتى الان يعكفون على العلم كالراهب في صومعته، بيحاولوا فعلا يشتغلوا على العلم ويطلعوا حلول لمشاكل واقعيه. صحيح. سواء بتفرضها التكنولوجيا الحديثه، وانا الاوان للاستفاده منهم الحقيقه يا فندم، الحقيقه في هذا التوقيت ده في منتهى الاهميه. الاستفاده من العلماء، لان هم زي ما بنقول حائط صد المنيع لمواجهه اي شيء، واي شيء واي نشاط واي عمل بدون علم وبدون الاستناد على اساس علمي فمصيره الى الفشل او الى نهايه سيئه، ده لا خلاف عليه. صحيح. عشان كده مهم جدا نعمل جميعا على استنباط واستنتاج النتائج العلمية اللي بتطلع من أبحاث العلماء المتخصصين. نعم. وعلى الناحية الثانية العلماء لابد أن جميع العلماء الوطنيين المخلصين لهذا الوطن أن يفكروا في المشاكل قبل أن تحدث ويضعوا لها حلول، وبدل الحل ألف حل، حتى نكون مستعدين لأن كل حل له تكلفة. نعم. لما نشتغل على الحلول الأول وتكون التكلفة عالية، بعدها نشتغل على خفض التكلفة بحلول أخرى وحلول بديلة، زي ما حصل عندنا الحمد لله في حاجات كتير، وفي أنشطة كتير جدا ومصر ولادة فيها علماء كتير جدا بيشتغلوا فعلا بإخلاص بهذا الوطن، وهم دول الأمل إن شاء الله رب العالمين، وخصوصا العلماء من الشباب. نعم. الحقيقة هم فعلا يقدروا يجاروا التكنولوجيا الحديثة. والحقيقة في عندنا كتير جدا منهم مغمورين، وآن الأوان، ودائما مصر ولادة الحياة فيها أنا الأوان، زي ما حضرتك فعلا تفضلت وقلت يا فندم أن أنا الأوان للاستفادة من هؤلاء العلماء اللي موجودين الحياة في شتى القطاعات على مستوى الدولة وفي كافة فروع العلم. الحياة معلش اتفضل يا فندم. بس كلام حضرتك، يعني احنا في مركز معلومات ترعية المناخ، مركز البحوث الزراعية، بنوجه دعوة لكل شباب الباحثين على مستوى مركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية والكليات والجامعات المصرية العاملين في مجال الزراعة أو أي مجال يتقاطع مع التغيرات المناخية والزراعة، بنوجه دعوة للجميع، كل من لديه فكرة أو يسعى إلى تطوير شيء له علاقة بهذا الأمر، فأنا على تم استعداد للتعاون معه واستضافته، وإن احنا نعمل سويا في إطار رفعة هذا الوطن ووضع حلول لهذه المشاكل المختلفة. والحقيقة ده طرح مهم جدا الحقيقة من حضرتك، ومبادرة الحقيقة يعني يشار لها بالبنان، ونتمنى طبعا أن جميع الشباب يتم التعاون من قبل هؤلاء الشباب مع الدولة المصرية. نعم. لأن الطرح ده بناء على توجيه من دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ومستشار مع الوزير لشؤون التغيرات المناخية. والله تحياتي لكم يا فندم على هذه الأطروحات المهمة جدا. معلش سؤالي الأخير لحضرتك فيما يتعلق بملف المياه، يمكن هو لا ينفصل أيضا عن ملف التغيرات المناخية، لأن في النهاية التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير جدا على المياه. إحنا شايفين يمكن كثرة السيول في بعض المناطق لم تكن تشهد سيول من قبل، وجفاف في مناطق أخرى، ربما تغير أيضا الكتلة يعني كتلة السحاب أو التغير المناخي أثر أيضا على يعني خط السير الأمطار في حد ذاتها، وبالتالي تغير الشكل المناخي الخاص بمناطق معينة. كيف يمكن التعامل مع ملف المياه، خاصة أن هناك ندرة خلال هذه الفترة وأثر بشكل كبير جدا على هذا الملف؟ الحقيقة زي ما احنا قلنا أن مصر حاليا بتتبنى فكرة احنا بنبني بلدنا على مهلنا، والحقيقه الانشطه الحادثه في موضوع المياه انشطه قويه جدا على المدى القصير والمدى الطويل. نعم. مثلا على سبيل المثال عندنا مشروع تبطين الترع اللي تم وجاري الانتهاء منه في مصر، ده من اهم المشروعات في موضوع الحفاظ على المياه ورفع كفاءه استخدام وحده المياه. والفلاحين والمزارعين كلهم عارفين اللي كان في اول الترع كانت بتوصله الميه، واللي في اخر الترع ما بتوصلوش الميه. صحيح. لكن حاليا اللي في الاول زي اللي في الاخر، ده على سبيل المثال. كل المشروعات القومية اللي بتعد من أوائل المشروعات على مستوى العالم، لما نيجي في سواء مشروع المحسمة أو مشروع مصرف بحر البقر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في المناطق المختلفة، كل المشروعات دي هي بتعزز وترفع من كفاءة استخدام وحدة المياه وبتحافظ عندنا على المياه. وبالتالي كل المشروعات
حتى وان كانت بتاخذ وقت طويل في تنفيذها، فاحنا ماشيين في الاتجاه السليم. نعم. والمشروعات دي سياتي يوم ويدرك الجميع الاهميه القصوى لهذه المشروعات وقد ايه المشروعات دي ساعدتنا في ان احنا نحافظ على المياه وان احنا نعظم الاستفاده منها ونواجه التغيرات المناخيه. نعم. وكثير من الناس عندهم توقع او تخيل، طب المشروعات اللي بتتعمل دي ايه لازمتها؟ لكن لما بيجي الازمه بندرك ان ما تم كان اثناء القيام به هو اجراءات استباقيه واجراءات احترازيه قبل فوات الاوان، لان ساعه ما بتحصل مشكله او الكارثه بنقول يا ريت اللي جرى مكانه ويا ريتنا كنا عملنا كذا. صحيح. الدوله المصريه دلوقتي واخده اتجاه الاجراءات الاستباقيه والاحترازيه لمواجهه اي خطر محتمل. صحيح. انا مش مستني لما الخطر يحصل، احنا عايزين دايما نشتغل بالطريقه دي. نعم. نستطيع ان نواجه اي خطر محتمل، وده الحقيقه القياده السياسيه في الفتره الاخيره تهتم بيه بشكل كبير الحقيقه. قوي لقطاع الزراعه. نعم. واضح جدا النشاط منقطع النظير لهذا القطاع في ظل القيادة الحالية لوزارة الزراعة. الحقيقة احنا فعلا ملاحظين هذا بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، ودور وزارة الزراعة الحقيقة يعني دور يشهده الجميع أو يشهد له الجميع خلال الفترة الحالية التي ربما نشهد فيها الكثير من التحديات، وطبعا بالتعاون مع كافة الوزارات وكافة المؤسسات الموجودة في الدولة المصرية. شكرا جزيلا الدكتور بلال علي عبد الحميد، مساعد رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة.